مرحبا بكم أصدقائي، جيتكم من ألمانيا. طبعا حلقة جديدة وياكم اليوم، وهي للناس اللي عايشين فقط بألمانيا، اللاجئين اللي عايشين فقط بألمانيا. طبعا الحلقة كلش مفيدة للناس اللي عايشين بألمانيا، اللاجئين اللي يحجون اللغة العربية. أصدقائي، أول شيء شلونكم؟ هي الجو إن شاء الله زين. الجو عندنا شوية هنا حار بألمانيا، يعني اليوم الدرجة واصلة تقريبا 35 بألمانيا، والناس ميتة من الحر. وهذا اللي يمشي مصلخ اليوم لزمه الشرطة، واحد مصلخ يسوق الماطور مالته، وهذا اللي مدري شو مسوي، وهذا مدري شو، كلها 35. بحيث اليوم ما حد صديق عندي قلت له الدرجة كانت عندنا بالعراق 55، مات ما يصدق، قال لي 55 شنو هاي؟ لا عاد شلون احنا هنا 35 تشميت؟ تعال شوف العراق، قلت له ايش صاير بي. المهم أصدقائي، الموضوع ما بي، إحنا هنا بألمانيا عندنا الشغل يعني تايلد سايد، أكو اسمه وأكو اسمه فول سايد. تايلد سايد هي الناس اللي تشتغل من الصبح مثلا للساعة 10، أو مثلا من 10 للثنتين، من الثنتين للخمسة، يعني 4-5 ساعات تايلد سايد. وعندنا ناس تشتغل فول سايد، يعني هو من الصبح للظهر، من الظهر لليل، من الليل للصبح، وهكذا، أو 3 دوامات سوا تايلد سايد. فأكو ناس تقبض مثلاً 2000-3000، 1300-1400-1200. أكو ناس فقيرة، مو فقيرة، يعني إحنا عندنا هنا أقل شيء اللي هي بالساعة يأخذ 1.95، يعني بالشهر يطلع لك 1313 ورقة. فمن عدا هاي لازم تدفع الضريبة، تدفع الضريبة، تدفع الغمتة اللي هي التقاعد، وتدفع فرزشرونج مال الصحة تأمين، وتدفع تأمين مال مال الناس الفقراء اللي بالشوارع، لازم نعطيهم هم فلوس، او الجوب سنتر يعني من عندن همات، يعني تدفع هواي سوالف، يعني من 1300 تقريبا تصفى لك بال 800 يورو، مو هواية. فالناس متكفيه هالشي. ايه اصدقائي، فالبرلمان الالماني قبل مده، صار مده طويله يفكر شلون يعني يخلي الناس حتى تشتغل، او حتى يعني تدور على شغل، ما تظل بس مساعدة مال الجوب سنتر مال الدولة. فلقوا حل جديد بالبرلمان، اللي هو انه يسوون الناس اللي تاخذ هذا الشيء كلش مفرح، هو يعني راح اقول لكم اياه بالفيديو، اللي هو الناس اللي تاخذ اقل من 1300 يورو يخلوهم ما يدفعون هواية ضريبة، وما يدفعون هواية التقاعد، يخصمون لهم من الفلوس. يعني هسه حاليا اللي ياخذ 1300 تصفى له مثلا 800 او 750 800، تصفى له 750 الى 800. بس هسه حاليا غيروها، خلوها اللي ياخذ اقل من 1300 يورو يجي صافي تقريبا 900، او يجي صافي 1000. هذول بس الناس اللي تقبض اقل من 1300. بس للاسف الناس اللي تقبض فوق ال 1300 هذول ما راح يتغير لهم اي شيء، راح يبقى راتبهم نفسه 1300 وما يتغير من عنده اي شيء. فأصدقائي أتمنى فهمت الموضوع، هو للناس اللي تقبض أقل من 1300 أو 1300، فهذول راح يتغير مالتهم، لأن هما يجيهم نيتو صافي 800، وهو يقبض 1300 تروح الضرائب والتقاعد والفرز الشرنقات، تبقى 800-750. بس هسه غيروها حتى الناس قم تشتغل، خلوها ما يأخذوا من عند هواية الدولة، قليل كلش حتى يبقى يشتغل. عرفت شلون أصدقائي؟ هذا الشيء كلش مفرح، وهو راح يبدي طبعا هذا الشيء من 1/7/2019، يعني الشهر الجاي، يعني بعد كم يوم. واتمنى عجبكم الفيديو اللي نشرته مال الهجرة قبل كم يوم، ماكو عليه هواي تفاعل للأسف، ما اعرف ليش. حاولوا تسوون عليه هواي تفاعل وتنشرون هذا الفيديو اللي نشرت لكم، لان يعني كلش مهم، موضوع مال الهجرة جديد ومهم، اكو ناس هواي تريد تجي تسافر، وهواي تعلق لي وتسألني بالفيسبوك. فانتو شوفوا الفيديو احسن ما تسألوني، او علقوا لي حتى انا اعرف اجاوبكم بالفيسبوك او على الفيديو حتى اجاوبكم عليه. راح اصوركم هسه الحديقه، شوفوا ايش قد حلوه.